أعلنت الدولة على رفع كفاءة مدينة ناصر الطبية، حيث تعد أكبر مدينة طبية تعمل بمعايير عالمية ووفقا لمعايير الجودة، بتكلفة تقدر بثمانية مليارات جنيه وعلى مساحة 17700 متر مربع وبسعة سريرية تقدر ب 1694 سريرا. وتعد مدينة ناصر الطبية أحد الإنجازات المهمة في منظومة القطاع الصحي في مصر. على مساحة 17700 متر مربع تم رفع كفاءة وإنشاء مدينة ناصر الطبية للعلاج والأبحاث بتكلفة تقدر بثماني مليار جنيه وبسعة سريرية تصل لنحو 2000 سرير، منهم 2200 سرير للعناية المركزة، إضافة إلى ربط المدينة بالإسعاف النهري ومهبط للطائرات لنقل المرضى، تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة وتنشيط حركة السياحة العلاجية. مدينة طبية عالمية متكاملة بتحوي مبنى رئيسي مماثل للمبنى الرئيسي لمعهد ناصر، بيتكون من بوديوم وثلاث أبراج، منهم برج الأوراق للأطفال بكل ما تشمله تخصصات الأطفال وجراحات الأطفال ورعايات الأطفال والأمراض الوراثية للأطفال، وبرج للمرأة، وبرج للأمراض البطنية. بيحتوي على أكثر من 120 سرير غسيل قلوي. الطاقة الحالية كنا حوالي 50، دلوقتي هنوصل لكده. هو الحقيقة المدينة الطبية الطاقة الاستيعابية للمعهد تتضاعف إلى ما يقرب 3 أضعاف، زي ما حضرتك قلت هنوصل لحوالي 2000 سرير في المدينة الطبية، بالإضافة لمبنى الأورام الجديد وده هيلحق بالمبنى الحالي. كما يتم بمدينة ناصر الطبية للأبحاث والعلاج تطبيق المبادرات الرئاسية كمبادرة القضاء على قوام الانتظار لتدخلات الجراحية الدقيقة ومبادرات تشخيص ومكافحة الأورام كأورام الثدي والرئة والبروستاتا والقولون وسرطان عنق الرحم. احنا في معهد ناصر خلال الفترة دي أنجزنا ما يقارب من 45,000 تدخل جراحي ما بين التخصصات المختلفة المدرجة في قوام الانتظار. وطبعا ما ننساش نقول ان كل عمليات قوام الانتظار بتتم للمواطن المصري بالمجان، سواء على العلاج على نفقة الدولة او بالمظلة التأمين الصحي. معهد ناصر ومركز الأورام قدر انه في الفترة من يوليو 2019 لليوم ده المفروض انه تم الفحص وترددات على العيادات حوالي 9000 حالة ثدي، ثم تم عمل عينات لحوالي 5700 مريضة من الثدي، وتم عرض على لجان مجمعة لإجراء الفحوصات الدقيقة ثم متابعة العلاج لحوالي 4500 مريض هنا في مركز الأورام في معهد ناصر. تعد مدينة ناصر الطبية أحد المشروعات القومية التي ستعد الصفرة نوعية في تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية تلبي طموحات المواطنين. محمد حلمي، أندي للأخبار.